نداء العقيدة في الخافقين حسين 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 حسين. بيان الرسالات والأنبياء أطلت به للملا كربلا وفاضت بناحر الهدى كل عين حسين 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 حسين. نداء العقيدة في الخافقين النداء العقيدة في الخافقين حسين إله السماء اصطفى على العرش خط اسمه واجتبى حسين على الشمس يعلو ضياء ومن خاتم الأنبياء خطاها يا دوحة المجد والعارفين وخامس أهل العبا الطاغرين لأنت إمام بأمر السماء أطلت به للملا كربلا وفاضت بناحر الهدى كل عين حسين 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 حسين. نداء العقيدة في الخافقين النداء العقيدة في الخافقين صلاة عليك وألف سلام فأنت امتداد لخير الأنام وأنت الشهيد وأنت الإمام وفيض دمائك يجلو الظلام يا نفحة الروح والياسمين ويا جنوة العزم والثائرين فأنت العطاء وباب الرجاء أطلت به للملا كربلا وفاضت بناحر الهدى كل عين حسين 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 حسين. نداء العقيدة في الخافقين النداء العقيدة في الخافقين حسين حبى الله من قد حباك وطوبى لمن نال حقا رضاك فنحن اهتدينا بفيض دماك ونحن اتبعنا بأمر خطاك يا فخر فطرس والمؤمنين سنام قان باهي بك العالمين وهذا صدى الخادم الأوفياء أطلت به للملا كربلا وفاضت
بنحر الهدى كل عين. حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين، نداء العقيدة في الخافقين. حسين 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 على الباقر اليوم يتنوح، ظلت جميع الأكوان يا مظلوم يا الباقر يا مسموم يا الباقر. سمع للحسين يا مظلوم يا مسموم يا مسموم. خميس لما وداوحت العمارة وبصدر من رب العرش أسرار مثل الشمس ما تنحجب آثاره، مثل الشمس ما تنحجب آثاره. باقر عيله مغلي البيت يحمل قداسة وبرهان. يا مظلوم يا مظلوم يا الباق يا مسموم. ليش ما أسمع يا مس الخدام والزوار؟ يلا يا مظلوم يا الباقر سمعني يا مظلوم. أعلى أعلى عندك يا مسموم. خلقه وصفاتك الأمين الصادق، اسمه وعلومه ويا النبي من طابق، نور النبوة بجبهته ظل شارق، نور النبوة بجبهته ظل شارق. الباقر حمل هالأوصاف ركن العدل والإيمان. فكرة كم يا مظلوم يا مظلوم يا يمي يمي فكرك وين رحت يا مس يا مظلوم يا مظلوم. ما شاء الله ما شاء الله يا مس يا الباقر بعد ما تنوي صف آلامه عما تشاغت تنظر بجدامه وعلى الثار ذبح يشوف احلامه ويشاقف بذاك الصوت ويطيح فوق التربان. اخير مره اقولها يا مظ ما شاء الله يا
نستقبل خدام باب الحوائج أبي الفضل العباس بالصلاة على محمد وآل محمد.